بنواجه قوة شيطانية كانت اتدفنت من زمان، ودلوقتي مصير البشرية بين ايدينا. كابتن بصري اهلا. انا ملازم، لازم اتحرك على طول. انت بتقول ايه سعادتك؟ العدو جاي يا سليم، العدو جاي علينا دلوقتي. المعبد ده حصلت فيه حروب في العهد الاخير للحضاره السومريه، وفي اسرار كتير اختفت مع اختفاء المعبد ده. الجحيم تحت الأرض صحي من جديد. عايز ايه؟ انت عايز ايه مني؟